هيلا شوفي 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 دنيز يلا يلا مدي جوعة يا ماما ماما دنيز ما حاج لعب يا ماما حاج لعب لك بكرة فحصك بكرة فحصك لازم تقوم تدرس لا بدي أقوم ألعب يا رب دخيلك يا بابا دي صح لأبو خليه يجي شوفي 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 ليش صوتكم طلع لك بكرة عنده فحص وقاعد عم يلعب بابا حبيبي ليش ما عم تسمع من ماما بابا حبيبي ليش ما عم تسمع من ماما لازم تقوم تدرس بكرة عندك فحص ملا ما بصير بابا لازم تروح تدرس لو حافظهم كلهم لازم تسوي مراجعة يلا تروح السيارات وفوت تدرس نشوف يلا قوم ماما قوم اسمع كلام بابا والله شكلي بدي اجيب العصاية ايه ايه لك بابا عصب لا بابا عصب قوم قوم لا بابا ولينا حدث يلا بسرعة بسرعة شو هالولاد هدول ما بيجوا غير بالتهديد بكره عنده فحص لازم يدرس بكره بيطلع كسلان ما بيجيب علامات منيحة ايه سلم الصبح هذا ميلعب الله سدي لا سدي لا بابا بالله بالله قوم شوف دينيز حاسته انا ما عم يدرس هيك حاسني قلبي لانه صاير مو كسلان رح شوف يلا ما طالع له صوت روح روح شوفه لا عزيز عم يدرس بتساوي ضجي ايه بابا حبيبي عم تدرس برافو عليك يا بابا شطور ما في منك حبيبي انتي هيك بدي اياك دائما يا دنيزو شطور كتير ماشي بابا شكرا الله يعطيك العافيه بابا يلا شو في صوت جوال من وين هذا بيطلع من وين هذا الصوت بعد اشوف من وين هذا الصوت بعد اشوف شو ولا حاط الجوال بالكتاب وعم ينحرك عم تدرس انا بشوف فيك شوفي 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 عم الحلو عم يدرس وحاط حاط الموبايل بالدفتر عسام يدرس جيت رحت سمعت الموبايل رن الجوال عم سمعته طلع عم يتفرج على الجوال عم الحلو عم يدرس عم يكذب ولاك تعال هون تعال هون دنيز بابا انا لا لا تخاف تعال عندي تعال هون تعال حبيبي تعال اقعد لشوف ليش هيك يا ماما عم تعمل؟ ما قلنا لك دروس؟ والله هاي السنة إذا بتنجح وتطلع من الأوائل وشك لو تفرجيني إياه؟ ما بقى استقبلك بالبيت حاضر بابا حاضر 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 سمعت حبيبي بابا شو قال؟ إذا سبت ما تشوفين وشك خالص لأنه لك عقاب شديد حاضر ماما وبابا تمام يلا قوم كمل دراستك بسرعة ماشي حاضر يلا أعطيه الكتاب لا بابا أعطيه الكتاب هاي الكتاب كلهم بدي إياك تدرسهم تايدهم مظبوط يلا بدنا نجي نشوفك هان استفقدك كل شوي The next day. دينيزو دينيز حبيبي ماما قوم يلا صار وقت الامتحان صار يوم امتحان يلا قوم بسرعة يلا تأخرت لازم تكون فايق بكير وحم تعيد دروسك عدتن عدتن اي ما تعدتن ما شفتك عدتن يا ماما ما شفتك ماما تأخر عفوضهم كلهم بعد ما شفت عفوضهم كلهم بعد الزبت يا عمري انت ان شاء الله يا رب هيك تطلع من الاوائل يلا البس ثيابك وتعال يلا تاخرت حبيبي ايه يلا ترى اليوم اول يوم فحص لدينيز ها الله يوفقه يا رب اي والله يا رب ادعولي ايه جيت خلصت بابا انا لاي على الفحص ادعولي الله يوفقك يا عمري ان شاء الله بتجيب علامات كامله حبيبي بدي اياك تكون قبضايها غير شكل اذن بابا وماما باي يلا باي يا حبيبي دير بالك حالك اكتب منيح بالفحص ها انت بس دولي الله يوفقك يا حبيبي يا عمري يلا باي 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 1 hour later ييش دنيز بالفحص يي اهلا وسهلا شو بشر شو ما بس تدي يلا فوت لنشوف فوت شو بابا بشرنا كيف قدمت بالفحص يلا متحمسين انا والبابا نعرف كيف قدمت قدمت كتير مني عن جد ايه اخذت علامة تامة
مهمة. إن شاء الله، أنت عطول بتقول هيك بس إن شاء الله. يلا ارتاح شوي حبيبي وتغدى مشان تفوت تدرس لفحص بكرة. يلا دينيز يلا صحي، بكرة عندك فحص كتير صعب. يلا قوم حبيبي، قوم رح غديك وروح غرفتك دروس. دراسة يا ماما لسه ما خلص فحص، خلص فحص بعدين بدات دروس. يلا ماشي. نام شوي وقتها بعرفهم كلهم. إذا عرفتي نقلها من عميد. مقامي شوف دينيز إذا عم يدرس أو لا، لأنه هذا شالف كتابه بالأرض ونايم. يا رب بدخيلك على الولد. لك شو بدي ساوي فيك، شو بدي ساوي فيك؟ لك بكرة بترسب، بكرة بترسب. ماما حبيبي يا عمري قوم، عندك دراسة، عندك فحص. ماما حافظها حافظها. يا ماما لازم تقوم تدرس، بكرة بترسب. بصح للبابا ها، بصح للبابا. بلا إلصو. ماشي يا دينيز رح صح للبابا. لك قوم شوف ابنك، والله جنني جنني. شو قصته؟ نايم نايم. لا إله إلا الله، رح صير الدنيا ليل ونايم لسه. ما درس فحص بكرة؟ ما درس شي، زادت الكلاب على الأرض. قوم شوفه. يلا يا الله رح يجنني هالولاد. غريب شو قصته، كل يوم نسوي معه نفس المعامله. يا الله انا باكل هم يوم الفحص. ليك هسه رجع ينام ولا خاف، الكلب ولا ابوك ولا خاف ولا همه. لك دينيز يا افندي، قوم يا افندي. يلا يلا يا افندي، يلا عندك فحص بكره. قوم قوم جننت انت هالفحص. لك لو دارسين نحن كان اهولنا. استنى لو دارسين نحن والله لسه كل يوم نفس القصه، بدنا نقعد نترجاك عشان تدرس. كل شيء كل يوم نفس الامتحان، نفس الحكي. دارس وحافظ، دارس وحافظ. بكره نشوف علاماتك. تعال شوف. والله اذا بتجيب علامه منيحه وبترسب بالفحص طلعك برا البيت. ليه؟ خلاص اقوم اجاوب. اسخي للراحه. لا اصلا شيء رح تكمل نومتي. بابا بتعرف انه اليوم اخر يوم امتحان لدينيز؟ جد؟ الله يستر ما يرسب او يجيب علامات واطي. شو بدك انت كمان؟ بكره بس تصير عندك فحصك تجننا كمان. شوفك انت بس يلا. يا عم دق الباب، شكله اجى دينيز. اشوف جد. شوفي شوفي يلا. ايه 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 يلا اهلا وسهلا. غرفه خلص فحصي. والله نحن مبسوطين اكثر منك. فوت فوت. شو يا بابا يا حبيبي، كيف قدمت اليوم الفحص؟ قدمت كتير منيح وجحت. متى قالت لكم الان توزيع العلامات؟ يوم الخميس. يلا ما ضل معناتها الاسبوع الجاي. يلا الاسبوع الجاي بدوب التلج وبيبان المرج. ايوه. يا رح قوم العب وانبسط. يعني هو كان عم يدرس ما عم يلعب. روح العب هلا قد ما بدك. ماما طلعت اسبوع، الله جبته لبابا وماما. نكتة خايف، قالوا لي بابا وماما يجي على البيت، ماما بدي روح بحالي. أنا فتح حجاب البيت، اكتب لها المسألة وحط لها يادو. ماما وبابا نتي قاسي. يا زكزوك. لك بابا كأنه تأخر دينيز مو؟ ايه والله تأخر. تقلها الآن ستو ولا استنى شوي؟ استنى شوي، بجوز عم يلعب هو ورفقاته بعد ما نجح. بجوز عم يلعب حفلة أو هيك. بجوز اه. يلا. يا إيه لأن الجرس شكله إجا. يلا رحوا مفتح له. يا الله يلا نعمل له عراضة. رجع الزين، رجع الزين. يلا يلا يلا. ما في حدا، ما في حدا. طلع طلع من الشباك لهم أولاد عم يدقوا الجرس. كأنه هدول الأولاد المريئين بيضلوا يدقوا الجرس. لا بدي وياه. ما في حدا. هي شكلهم رنوا الجرس وهربوا. يا الله رح يجننونا. لازم نشتكي عليهم. خلص بقى. يلا سيمي يلا سكر سكر. شو مرة؟ شو هالورقة؟ غريبة، هي من دفتر دينيز. عن جد؟ ايه هيك شكل دفتره. شو؟ اوف يا الله ما بدي اروح هلا. انا صار عندي قهوة البيت، ما بدي اروح، ما بدي اساوي. مساك مساك اقرا حالي. بس انا شوف تعالي، هاي رسالة من دينيز. عن جد؟ يا عمري شو كاتب؟ يوووو بريا بسرعة. بابا وماما انا اسف، انا معتذر منكم، انا رسبت بالفحص. يوووو ولهيك مثل ما قلتوا لي ما راح ارجع على البيت. سامحوني بحبكم كثير. وين بده يكون راحت؟ يا ربي دخيلك، هذا ممكن على المسدس. صدق انه راح. يا الله بعدين مين حط ورا هون؟
مين تارك على الباب؟ هذا هو أكيد. مشي مشي بلحقه بيكون ما وقعد. مشي قومي يلا روح روح أدوى على المكان. يلا بشي بشي يلا 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 عاد صدق أنه ما بدنا إياه بالبيت. يا الله يلا يلا يا الله تعبت. صدق انه ما بدنا يرجع البيت. يلا 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 بقوا ما بعد كثير. يلا احسن شيء روح على الحديقه الكبيره. اي والله فكره. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا 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 دوري بسرعه. شو رايك ندور شوي بالحاره قبل لانه ما بيكون بقعد. ما بعرف تعال شوف. دور دور روح سأل هذاك الماركت هنيك. سأل هذاك الماركت اساله. يا الله وينك يا دنيز؟ وين بدك تروح هلا؟ شو صار معك؟بالماركت ما في حدا. ما شافه كمان؟ ما مبين بالشارع. لا طلعت هيك على اليمين وعلى اليسار ما لقيته. وانا دورت هنيك ما لقيت حدا. خلص خلينا نطلع بالسيارة اسرع. يلا 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 تعال تعال. خلصك تقعد لحتى شوي. يا الله كمان السيارة هلا وقتها طلعت عاطلة. يا الله ما عم تشتغل. بالله بسرعة عجل عجل مشان نلحقه. لا خلينا قبل ما نروح بعيد ندق لانستو. يلا رح دق لانستو. دق لها دق لها. يلا بركي بتكون شافته او حكاها شيء او مر عليها لانه ما بيعرف حدا هون غير انستو. يلا رح دق لها. الو كيفك انسي امال؟ انسي اليوم بعد ما اعطيتوا النتائج للطلاب دنيس شفتي شيء وين راح؟ انتبهتي شيء عليه؟ يا رب والله بعرف يا انسي بقى شفنا مدور عليه اجى حط لنا رساله بالبيت وراح ما شفتي. طب والله تسألي لي بقية الأنسات الله يوفقك يا أنسي. ايه وتسأل المديرة والطلاب كمان بلكي والطلاب رفقاته. اي الله يوفقك يا أنسي الله يجزيك الخير. بانتظار حضرتك أنا شفتي والله يعطيني خبر فورا. ماشي يا أنسي السلام عليكم. شو قالت لك؟ ما شافت شيء؟ ما شافت شيء. يا الله يا ربي خلص خلينا نكمل التدوير خلينا. يا الله وين بده يكون راح؟ والله ما بعرف شو قصته غريب. يا الله وين بدنا ندور هلا؟ شو رايك نروح جنب الروضه نسال هنيك ونسال انساته؟ حفتهم هون بالحاره نشوف شو بيساوي بدور عليه رح اسرع. ايه ايه واسال الماركتات كمان اللي جنب الروضه. جنب الروضه هون بين في حدا. يا الله بيساوي تعال لف شوي بهدول الشوارع. دور حوالين الروضه حوالينا. رح اسوي لفه هيك. يا الله منك يا دينيس بتضل بتخلينا هيك نقعد ندور عليك بهالشوارع. وهي الروضة اللي جنب الحديقة كمان ما مبين فيها حدا. نزل اسألك كم ماركت من هدول اللي جنب الروضة بيشتري من عندهم بركي شافوا. لقدام رح انزل اسأل هدول الماركتات اللي قدام هنيك. ايه حبه. ليك ليك هذا الماركت بيحبه هو بيشتري من عنده اسأله اذا شافوا او شيء. يلا 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 اسأله اسأله فورا. يا الله يلا رح اسأله وشوفه. يلا يلا بسرعة. يا رب يا رب يكون شافه يا رب. يلا طولت. يا رب يا رب شو قلك شو قلك؟ ما لقيته ما شافه عامل لي الزلمة. ولا مرق عليه خالص؟ ما مرق عليه لا والله عامل لي ما شفته ما اشترى من عنده. يا الله ولا شافه رايح ولا شافه جاي. طيب طلع طلع نكمل نروح ندور. يلا أجل شوي بسرعة 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 بسرعة. يلا حنلحقه قبل ما يبعد عن الحارة. ماشي ماشي ماشي. اوف اخيرا وصلت الحديقة. راح اقعد تحت الشجر تشوف. اوف شو ماما اوف انا بدأت شوي ما ملاقي بالشارع. يا الله زحمة زحمة. يا الله ما بدنا ندور هلا مين بدنا نسأل؟ أضل عم سكن بالحديقة. أوف يا الله شو بدي أعمل؟ تيجوا أنا وشوي أقطع هاي الدرية. يا أنا أصلح وجبنا هذي ألعاب. لك حذر شو؟ شو؟ في الحديقة الكبيرة دينيز كتير بيحبها. ما أقولك ونروح عليها؟ هاي اللي جنب الروضة بعد الروضة على اليمين. هاي اللي بعدها شوية أمي رح روح عليها. يلا روح عليها. يلا يلا هو كتير بيحبها. يلا يلا أعطيك بدموش أشوف أديت معنا صادي يا تنبس ده بتدول شيء. عجل عجل بسرعة بسرعة. يلا عجل حباب. يلا يلا بلكي بلحقه بالحديقة. يلا يا رب نلاقيه بالحديقة يا رب يا رب.
ما في مكان تاني يروح عليه، لا عنا حدا يروح عليه ولا بيعرف يروح على حدا. مشتي كمان الدنيا زحمة وشوف يا عمري هلا بكون جاع ومشوب. يا عمري ليشك نحنا هددنا هيك يا عمري يا دينيز؟ يلا هي الحديقة هي. يلا رح نروح شوفها. يلا وين ندور؟ يا الله الحديقة كتير كبيرة. بدنا نفتح بدنا ندور شو بدنا نسوي. تعالي من نفتح ولا حوالي. يلا يلا تعالي بسرعة بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. الحديقة بتخوف يا دنيز. يا الله وينك؟ شو يا الله وين بدنا ندور عليه بكل هالشجار وبكل هالمحلات؟ يا الله منك يا دنيز، يا رب نلاقيه قبل ما تعتم. ليك بلشت تعتم هنيك صار عتمة. يا الله كتير كبير المحل، منين بلش تدوير؟ يا ربي دخيلك. ما كان إلى حارس هاي الحديقة بذكر إلى حارس ما أنا موجود. ما عم لاقي ما عم شوفه. وأنا مدور عليه ما عم لاقي. كنا سألنا. والله كنا سألنا شو بدنا نساوي؟ شو تسويش أصلاً شيء يتغير طالع مصاري. ليك هذا الطريق نهايته في هيك مثل طلعة مطلع كل حد. تعال نطلع بلكي شو من فوق. تعال يلا يلا بس والله صعبة. يلا معلش يلا 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 تعال هاي كل الحديقة حل. ما مبينش حدا خالص. هيا هيا طلع بلكي هيا هيا دينيز يا دينيز بابا. يا الله بابا دينيز ما مبين في حدا. اظن ما في عالم بالحديقة. رح تعتم مين بده يضل لهلا. معلش معلش يلا يلا هلا شو تجي على الشغل؟ اسرع 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 قبل ما تعتم بسرعة. انتو مفروض انا جوعة. ما زي يا محسني بدي جوعة. احد عم بد علي احد ما زي يا محسني. ماشي رفيعه هون مبين شيء هذا الطرف ما مليان شجر. هذا الطرف كيف بده يبين فيه؟ وليك طيب ما دورنا. خلص قوم ننزل قوم بسرعه قوم. دينيز دينيز يا الله يلا تعال ننزل يلا 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 تعال يلا امان الله يا محسنين. يا حدا اعطاني مصاري. يا الله يا سلام انت شيء شو تساوي؟ ما يا ماما بابا. يا الله ما ضل غير هالشارع. تعال ندور فيه وخلص بعدين نلاقي شيء طريقه نسال عنه. شوف عم مشكي ما ملاقي الحارس. انا عم دور الحارس تبع الحديقه ما ملاقي. يا الله يلا ضل هالشارع امشي يلا قوم بسرعه امشي. يلا تغرب الشمس ما ضل لك ما ضل صار الليل. يلا فوت هيك لهون شوف تدور بركي فايت هيك لجوا. يلا اجل بسرعة يلا رح تعتم الدنيا بسرعة حباب بسرعة. دينيز دينيز يا الله يا دينيز يا الله ليشك عم تعمل فينا يا قلبي يا الله. بدنا ندور هلا رح تعتم الدنيا يومين اسرع ندور. يلا 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 دينيز ليك ليك ايه والله ايه والله روح 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 يا عمري. دينيز يا عمري كيف قاعد زعلان؟ دينيز بابا بابا دينيز يا عمري شبك زعلان؟ ليشك قاعد لحالك يا حبيبي؟ يا عمري ليشك منشي حالك شو في ثيابك؟ شو صاير معك يا عمري؟ أنا كزلان ما نستعلى بديت على البيت. يا عمري نحن كنا عم نهددك بس مشان تخاف وتدرس بس أكيد ما بدنا إياك. أكيد ما بدنا إياك تساوي هيك. ليش عامل بحالك يا حبيبي ليش؟ كان زي ما صاري وقعد مشتغل. يا عمري مين قال لك أنت تشتغل؟ مين عم بيطلب إنك تشتغل يا حبيبي؟ أنا بشتغل لحالي حدا اللي أنت تريد على البيت تزلط لك أسبوع. يا الله يا غابة يا الله يا حبيبي مو هيك تدرس مو هيك قصدنا. احنا كنا بس عم نهددك مشان تدرس. انت جاي اشياء على البيت طبعا يا حبيبي طبعا يا حبيبي
معلش يا قلب، الحياة بتستمر وبترجع بتدرس وبتصير شاطر، بس ما بصير هالتصرف عم تسوي حبيبي تجاه الحديقة وتشتغل وتاخذ مصاري. يا ماما صرنا من الصبح عم ندور عليك، هيك بتعمل فينا؟ آسفة من الصبح. ما في مشكلة يا حبيبي، ما في مشكلة، خلص مرة جاية إن شاء الله بتنجح. يا عمري أنت يلا مشي على البيت، خليني حمامك وطعميك. يا ماما والله تجوع. يا عمري أنت يلا يلا مشي مشي يا حبيبي. مشي حبيبي، تعال يا عمري، تعال تعال يا عمري. يا عمري يا دينيزو، يلا حبيبي يلا على البيت يا عمري. يلا نرجع على البيت يلا. الله يرضى عليك يا عمري، يلا مشي مشي على البيت حبيبي، تعال ناكل ونتحمم نتحممك. تليفوني عم يرن، هذا عم يدق. هي أنس دينيز. أنس دينيز شو بدها؟ ألو، هلا ناسي أمال، هلا وسهلين. شو دينيز أخذ جلاء طالب رسبان؟ يعني هو شو؟ ما له رسبان عم تلاقي ناسي؟ يعني نجحان هو؟ نجحان إيه؟ يا عمري ده نجحان. بس انت قلت لي رسبان. يا عمري طلعت اخذ جلاء غير واحد، اخذ جلاء عبد الكريم. عبد الكريم رسبان، هو نجحان، هو رجع اعطاكم جلاءه، قال لكم هذا جلاء دينيز نجحان. طيب ماشي انسي، الله يجزيك الخير، انا بمرق لعندك باخذ جلاء دينيز. عم اقول يا عمري كيف رسب؟ عم اقول دينيز شطور وبطال ما بيرسب. يا روحي انت، الحمد لله يا ربي ما زعلتني انه دينيز رسبان. يا عمري يعني كل هالقصة طلعت على الفاضي. ما بصير هيك يا بابا، تاني مرة ما تساوي هيك حبيبي. معناتها هلا بيستاهل اطيب وجبة اكل واحلى لعبة. تكرم عينك يا بابا حبيبي، انك ابضاي نجحان وشطور. يلا يلا نروح ناكل ونجيب العاب. يلا 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 تعالوا 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 بسرعة 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 بسرعة، يلا 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 نروح نجيب العاب. شوف 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 بنجيب يلا.